كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية عبر جسر الملك فهد يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد جرت لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله لدى وصوله مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الملكي السعودي والملكي البحريني. وسلام مملكة البحرين. سلام. قف. جمهام ثوب.